محصول الكينوا هو محصول حبوب احنا بنزرعه هنا في شهر نوفمبر ويمتد لغاية منتصف ديسمبر على حسب طبعا الصنف وكده. المحصول ده بيقعد معايا محصول قصير بيقعد حوالي 120 يوم في الأرض عندنا هنا في مصر. ده محصول بيتحمل الجفاف، بيتحمل نسب ملوحة مرتفعة، فإحنا لما بنزرعه في الأراضي اللي عندنا فيها مشكلة نقدر ان احنا نتوسع فيه، واحنا بنجيبه كمحصول مكمل لمحصول القمح وليس محصول بديل عن محصول القمح، يعني ده يساعد في سد جزء من الفجوة الغذائية في مصر.